بسبب منع المسلحين لفرقها من القيام بذلك. محاولات يمنية لاستقطاب المستثمرين في مجال النفط وتنفيذ مسوح للقطاعات النفطية والتي تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة والمشجعة للشركات والمستثمرين. لذلك جاء انعقاد المنتدى اليمني التركي الأول للطاقة بصنعاء بمشاركة 60 شركة، منها 24 تركية تعمل في مجال النفط والغاز والمعادن والطاقة. وزير النفط اليمني كشف عن وجود أكثر من 35 شركة عالمية تتنافس للحصول على حق الامتياز في التنقيب واستخراج النفط في 20 قطاعا نفطيا في اليمن. تزايد ظهور مؤشرات بترولية في أكثر من قطاع تحمل دلالات إيجابية ومبشرة. قطاعات سيتم الإعلان التجاري عنها قريبا إن شاء الله. فرص كثيرة في مجال النفط والغاز تواجه تحديات أمنية وسياسية تحاول السلطات اليمنية الجديدة تذليلها رغم مخلفات النظام السابق. فالسلطات اليمنية ما زالت حتى اللحظة عاجزة عن إصلاح الأنبوب الرئيسي لضخ النفط في سرواح بمأرب شرق البلاد بعد استهدافه من قبل مسلحين قبليين ومنعهم للفرق الفنية من القيام بإصلاحه. المشاكل الأمنية والاستقرار الأمني يحد من نشاط الاستثماري في القطاع النفطي والقطاع الغاز بصورة كبيرة ومباشرة على المدى القصير وعلى المدى الطويل أيضا. هذه التحديات الأمنية تخفض إنتاج اليمن من النفط المنخفض أصلا. اتراجع إنتاج اليمن حاليا بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا خلال السنوات السابقة. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء. في 11 سبتمبر نسيج